الخلابة والأجواء الرائقة والسماء الصافية كصفاء عين الرضيع والهواء النظيف العليل. في هذه اللحظة راودتني فكرة رائعة، لماذا لا أذهب رفقة أبنائي في عطلة نهاية الأسبوع إلى الغابة المجاورة لمدينتنا المكتظة والخانقة. ها قد حان اليوم الموعود وانطلقنا بالسيارة نحو وجهتنا الجميلة، ولكن عند وصولنا المكان المحدد اندهشنا لما رأينا. ليست كما عهدتها في طفولتي، لقد تغيرت كثيرا. وعاد الأب بذاكرته وأصبح يشير إلى الأماكن التي كان يلهو ويتلذذ بها، وبدأ يحدث أطفاله عن الطبيعة وما فيها من نقاء. وقال: يا إلهي، لقد هناك كانت شجرة معمرة كنت أتسلقها مع أصدقائي. يا إلهي، لقد حل مكانها مبنى لمصنع. يا ترى لماذا هذا المصنع وسط الغابة؟ وذهبوا ليستكشفوا، وفي الطريق مروا بالجدول الماء الصافي الذي كان يشرب منه ويدفع خشوب في حرارة الصيف. ونظر الأب إلى الأعلى يحاول البحث عن الذكريات ونتائج الطبيعة جامعة كما كانت الأشجار باهتة وقليلة الورق. وأثناء اندهاشه نادى له ابنه وقال له: أبي أبي، ما هذه الرائحة السيئة؟ ينتقل أننا سنذهب إلى مكان جميل. وجذبت البنت الأب القميص وقالت له: أبي، انظر إلى جدول الأسماك الصغير الميتة، يا له من شيء محزن. وقال لهم ليطمنهم: يا بأسي يا صغاري، دعونا نكمل طريقنا نريكم جمال الغابة الذي وعدتكم به. بجانب ذلك المصنع كانت هناك شجرتان حزينتان باكيتان أسرع تجاه المسائلان. ما بك تبكين أيتها الشجرة العزيزة؟ من أراك تتأوهين؟ أجل، الشجرة في حسرة. البشر هم سبب أشجاني وأحزاني، تكسرت أغصاني وذبلت أوراقي جراء بنائكم للمصانع واختلاعنا دون تعويضنا بزراعة أشجار أخرى. قطعتها التي متأثرة. هل يمكننا شعبك تبتسمين مرة أخرى ولا تتوقفين عن العطاء كما عهدناكِ؟ أعجبتها الشجرة المتحمسة. طبعا طبعا يا بنيتي، ازرعوا الأشجار أينما يمكنكم ذلك ولا تلقوا الفضلات حذوي. ولا فجأة ظهر دخان كثيفان وتشكل في صورة بارد وصح. أنا الهواء الملوث، أنا الشبح الذي يحوم حولكم في كل وقت وحين في كل زمان ومكان، ويوما بعد يوم تزداد مخاطري ولن تستطيعوا إيجاد حلول لها. تحية للفضلات، تحية للمصانع، يعيش الخراب، يعيش الدمار. فتجيبه الشجرة في تحدي: لن نسمح لك بتلويث الغابات والأنهار وتهديد البشرية بعد اليوم. سنشد أيدينا صباحا ومساء، سنكتب بيئاتنا الغالية ونرفض عنها غبار البنات العائلة منزلها وحطت رحالها بعد رحلة اختلطت فيها المشاعر، مشاعر من ذهب متلهفا ليرى جمال طبيعة قضى فيها أجمل اللحظات، وأبناء متحمسون ليشاهدوا جمال أشجار فيها ذكريات أهلهم، ومتشوقون للعب في غابة جميلة نظيفة، ومشاعر فيها الكثير من خيبة الأمل من الأهل والأبناء لما وصل إليه الحال. استعد أفراد العائلة للخلود إلى النوم والأفكار تجول في رؤوسهم مما شاهدوه وسبب لهم الانزعاج والحزن. لاحظت الأم أن ابنها دخل غرفته حزينا على غير عادته ولم يقبل يدها كما يفعل كل يوم، ما إن أنهت الأم مهمتها حتى ذهبت إلى غرفته للإطمئنان عليه، فوجدته شارد الذهن ويفكر. سألته: ما بك يا عزيزي؟ فأجابها بصوت كله حدة وإصرار: أمي، لا نريد هذا الهواء
حياتنا وسلب من الغابة جمالها وتسبب بالكثير من الأمراض. هدأته الأم قائلة: يا بني، لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الهواء، وهو عامل أساسي لاستمرار الحياة، إلا أننا نستطيع استخدام طرق تدريس تقلل من تلوث الهواء. رد الابن بصوت يملأه الفرح: حقا يا أمي، دليني كيف أريد لبيئتي هواء نقي نظيف. أكملت الأم: هي مسؤوليتنا جميعا، فالمصانع لا تبنى وسط الغابات أو بالقرب منها ولا بالقرب من أماكن سكن الناس، لا بد أن تكون بعيدة، ولا بد من استخدام طاقة نظيفة كالطاقة الشمسية وأوادم السيارات التي أزعجتكم روائحها وإدخنتها، نحن المسؤولين عن ذلك. لو أن كل في الفحص الدوري لما يساهم في تخفيف فالفحص الدوري لها يساهم في تخفيف عوادمها ويساهم في تقليل التلوث، وحتى النفايات التي رأيتها ملقاة هنا وهناك نستطيع أن نعمل لها إعادة تدوير مفيدة لنا ونساهم في نظافة بيئتنا. ابتسم الابن قائلا: إذن لابد لنا أن نتعاون ونكون يدا واحدة في العمل والنشر الوعي بين الناس لنتخلص من هذا المارد الخطير الهواء الملوث. ابتسمت الأم فرحة وقالت: هيا انقل هذه الأفكار غدا لمدرستنا، وابدأ مع معلمتك وزملائك، وكلنا معا يدا واحدة. أهلا بكم أيها الحاضرون والحاضرات، يسعد مجموعة من مدرسة أم بسمة الابتدائية أن تقدم لكم لوحة فنية عبارة عن الهواء كنز الحياة، عسى أن ترق خواطركم وفرجة ممتعة، وكما نتمنى أن تعجبكم المسرحية. لما سمع الطفل
واعتقل سامي قائما. الأشجار تجان خضراء على رأس مملكة النباتات، ولولاها لهذه الطيور والحيوانات والفراشات والأسماك أيضا. البحر حتى البحر تموج قيعانه بالحدائق المنورة وحقول واسعة من الأعشاب البحرية. أضافت سامي. وطبعا لا يستطيع الإنسان أن يعيش إذا اختفت كل هذه الحياة من حوله، كما أن الأشجار في ضوء النهار تأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون وتطلق غاز الأكسجين الذي نتنفسه. وبعد لحظة صمت تكلمت أمين بهدوء وثقة. ولا ننسى أن الأشجار تساهم في تنظيف الحرارة بظلالها وبامتصاص غازات الكربون التي تتراكم في الجو من المخلوقات وتزيد في ارتفاع درجة الحرارة. قالت ياسمين ومستقى الحديث عن الأمزاج، وهي تجتنب الأمطار لتساقط على الأرض حتى يحتوي الزرع والفرح. الله يغيب كل المخلوقات خاصة الصغيرة منها كالأطفال الرفع والحيوانات الموجودة. هكذا أخبرتني أختي الكبيرة سعاد. ومن هنا بدأت فكرة تأسيس نادي الكوكب الأحمر، حيث شرع الأطفال في نشر هذه الفكرة بين أصدقائهم من مختلف الأقسام. في حين ساهمت المعلمة باقتراح الفكرة صحبة زملائها، وهنا تم تأسيس هذا النادي الصغير. إذا يوم الجمعة على الساعة 1:30 التقى التلاميذ صحبة أستاذتهم بأحد الأقسام لتنفيذ فكرة المشروع. مرحبا بكم أيها الرواد الصغار في نادي الكوكب الأخضر، أنا سعيدة جدا بلقائك. مرحبا بكم يا أطفال، نحن هذا اليوم لاقتراح جملة من الأفكار العبقرية لحماية كوكبنا وذلك من خلال مساعدتكم. الاستعداد لتقديم ما أفضل ما لدي لنجاح هذا المشروع، وأعتقد أن لدي بعض الأفكار لتقديمها. فمثلا بإمكاننا أن نقوم بوضع بعض الملصقات ونشرها حول المدينة وقيام بجمعية توعوية، وهذا ما أفضل دائما. فكرة رائعة جدا يا سامي، وذلك تكون أول خطوة لنا في المشروع وهي توعية الشعب، وذلك فكما يقولون يد واحدة لا تصفي. إذا رسالة ياسمينية صفت مجموعة من التلاميذ ستتوجه نحو الحدائق لترميمها وزراعة الأزهار بها. أما الأستاذ محمد صحبتي تلاميذه سيهتمون بتنظيف الغابة المجاورة لنا. بالنسبة لشاطئ البحر فهو مهمة الأستاذة مريم وتلاميذها، وأنا وعزيزي ياسمينية سنهتم بتصميم الهيكل الخارجي للملصقات ولنخرج معنا يوم الأحد المقبل في مسيرة توعوية. أشفقنا؟ نعم سيدي. إذا يا أطفال تعاظم هذه الحلول هي أول طريق الذي قد يمكننا من خلاله مواجهة التلوث والتصدي له بشكل جذري. فالتلوث لا يأتي من اتجاه واحد فقط، بل هو نتيجة جملة من المشاكل. لذلك فلنأخذه على مراحل. هيا بنا لنبدأ بالعمل. التأم الجمع صباحاً واحداً
محتملا بأدواته المتفقة عليها. وهذا سامي رافع الذي داتا بخط جميل كتب عليها الهواء أخر. وبجانب ريمي جاءت بلباس أخضر وفي يدها رفش كبير وواقفة بكل استياء قبعتها أحياء انضباط العمل المجموعي. وبجانبها زميلتي سلمى متحمسة وتقدمت إلى الأمام بخطوات. أنا سأوزع الأدوار سيدتي. وبرزت زينب في لباسها الرياضي وهي محملة العلب متعددة الألوان وهي تصيح قائلة: اليوم سأغير تفكير الجميع الكبير والصغير. إن عملكم يا أصدقائي لن يكون له شأن إن لم نغير وعي الناس بأهمية الهواء النظيف. فأنا سأتكفل بهذه المهمة التي لقدت أنها الأصعب، وإن نجحت فستكون أكثر إفادة. فيمكن أن نخرج كل يوم للنظافة المحافظة على البيئة. أرينا ذلك يا زينب. سأعرض هذه العلبة على قاعة طريق الحديقة. لون أخضر جمعت فيه هواء الأشجار، ولون أزرق جمعت فيه هواء البحار، ولون أبيض جمعت فيه هواء البابونج، ولون أصفر جمعت فيه أزهار الجلجل، ولون أحمر جمعت فيه هواء أقحواني. وسأطلب منكم المساعدة على كتابة لافتة وأن نلصق على كل قارورة ولها اسم مناسب. ابتسمت الأستاذة ياسمين وقالت: عرفت فكرتك زينب، أنا فخورة بك. فمن البداية أتت زينب وعيون مفتوحة على حلم تملكها وزادت تشبثا به بعد الجيع. نعيش حياة نتبادل فيها كل شيء حتى أدباشنا إلا الأفكار، فكلنا متشبث ففكرته هي المقدسة. يد واحدة لا تصفق، هيا بنا إلى العمل. وعندما انهمك الجميع في العمل كانت زينب محاطة بالكبار والصغار وهي تحاول إقناعهم بأهمية الهواء النظيف. اكتمل يوم العمل. هيا بنا لنشكل دائرة. الدائرة ترمز إلى كرة أرضية ووسط الحديقة في رمزيته لقلب إنسان. شكرا لكل من عمل بيده وأصابه وابل التعب، ولكل من عمل بعقله والآخر يشعر بالإرهاق. شكرا لكم جميعا. لن يطول نجاحه إلا أن يكون معه عمل بفكر. الجميع ونظرة الحب العميقة إلى الأستاذة. تختلق أبصار الأطفال وابتسامة الرضا ترتسم على وجوههم. اليوم تأكدت أن عملي خلال سنين لم يذهب سدى، وشعرت بأن مستقبلي بلادي سيكون بخير طالما وجدت أمثالكم.